اكتر من عامل كان ليه مردود نفسي على الولاد مش مظبوط، خروج لعيبه كتير جدا اعارات، حتى اللعيبه اللي موجوده في ناس كان اصابات من اخر مباراه، عدد كتير جدا مش موجود من الركائز الاساسيه بتاعه الفرقه، لكن الناس الموجوده بصراحه يعني الولاد ما صروش، روح عاليه جدا، اكتر حاجه بستنى النهارده الروح اللي موجوده في الولاد. يمكن المسافه كانت ضيقه جدا ما بين مشان الكابتن عادل وخروج اللعيبه الاعارات، والمباراه كانت مسافه صغيره، مش عارف انت تقدر تشتغل على اي حاجه غير ان انت كنت شغال على العامل النفسي بس، ان انت بتحاول ان انت تاهل اللعيبه نفسيا وتحاول ان انت تلم الولاد ان هم ما يتاثروش بالظروف اللي كانت محيطه بيهم. فيعني الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا، في غيابات كتير جدا بصرف النظر عن اللعيبه اللي طلعت اعراض، حتى الاصابات اللعيبه اللي كنا بنجيبها من تحت برده كان في برده اللعيبه مضغوطه شويه، الفرقه تحت عندها مباريات، فبرده كان الدنيا مش ماشيه سهل معاك ان انت تاخد لعيبه من تحت زي ما انت عايز. لكن بصراحه الناس اللي طلعت ولاد ما شاء الله ادوا اللي عليهم مركزين النهارده. بالظبط، يعني النهارده في ثلاثه منهم في الملعب وبيلعبوا بشكل اساسي وبيأدوا بشكل كويس، يمكن اول مباراه يلعبوها مع ال 97، ومع ذلك ظهروا بشكل كويس واداء كويس. المباراه كانت رايحه جايه، ملعب سيء جدا، يعني ما يصحش يعني فرقه زي نادي الاسماعيلي، نادي عريق ونادي كبير ولعيبه كوره، يبقى ملعب زي ده المفروض ال 97 ده فريق اول، فما ينفعش فريق اول يلعب على ملعب زي ده، حتى خوفا على اللعيبه والمفروض الارتقاء بالمستوى، المفروض يكون ملعب افضل من كده شويه. لجنه الثبات واتحاد الكوره راجعين من اجازه ضاغطين الماتشات بشكل غريب جدا، يعني فهي يعني في عوامل كتير جدا مش في صالحنا. انت دايما النادي الاهلي اتعودنا حتى واحنا لعيبه واحنا مدربين ان انت بتتعامل في ظروف صعبه، لكن هم المشكله في الولاد ان هم ان انت تقدر تلم الولاد وان انت تدخل الولاد في المود ده. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويعيننا ان شاء الله ان الفتره الجايه تبقى الامور ماشيه بشكل احسن والامور ماشيه بشكل افضل. ماتش النهارده مش عايز اقول ان انا خسرت 2 بونت، لا انا كان برضو توفيق مصطفى النهارده شال اكتر من واحده خطر جدا، الملعب سيء جدا، تقدير الولاد للكوره كان برضو التقدير خاين، يعني بيخونهم شويه في بعض المواقف لتغيير اتجاه الكوره او الوقف اصلا على الملعب، لو انت مش دخلت جوه الملعب ومشيت صعب جدا انت ما بتعرفش تمشي جوه الملعب. فانا يعني الله يكون في عون الولاد ان هم قدروا يهدوا، بس انا مبسوط جدا من الروح عاليه جدا، ودي اكتر حاجه بس انا النهارده، وده مردودها كويس ان شاء الله هيقدر يساعدنا ان شاء الله انها تستمر، ويعني الفتره الجايه الامور تبقى افضل باذن الله. الحمد لله على الاداء طبعا، بس زي ما انت شايف ارضيه الملعب صعبه جدا جدا جدا، يعني ما مش اسطبل حصينه، ما فيش اي حاجه تقدر تلعب على ملعب زي ده، ما تعرفش تلعب كوره، فاحنا اتظلمنا في ملعب زي ده، وهم يمكن عشان هم واخدين على الملعب ده، طبعا الفلس مالي فرقه محترمه جدا وليها كل التقدير، بس هم عشان واخدين على الملعب ده فهم ظهروا بشكل احسن، لكن الحمد لله نقدر نقول الحمد لله ان طالعين ما فيش اصابات ما فيش اي حاجه الحمد لله. انت لو دخلت بالكاميرا شفت الست يارد هنا ولا الملعب نفسه اصلا الدنيا صعبه، حتى في كوره طبت مسكتها في ايدي الثانيه فكده هي طبت راحت رايحه في العارضه، ما بيبقاش ليه حسابات الملعب ده، انت يعتبر تمرين رد فعل ليك، انت بتلعب مستني بقى اللي هو فاهم توفيق ربنا يبقى معاك واجتهادك طبعا وتركيزك في كل كوره. طبعا الحمد لله الواحد بيبقى ليه الشرف ان هو يعني بيتمرن مع الفريق الاول، بيتمرن مع كان بحراس عظام زي ثلاثه الكباتن اللي فوق، يعني مش هقدر اقول حاجه غير ان هو شرف ليك، وان انت شرف اصلا ان انت بتلعب في النادي الاهلي سواء كان تحت او فوق، ده شرف وحلم لاي لاعب يتمناه، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه وان شاء الله قد صيغه جماهير النادي الاهلي وهنعمل حاجه كويسه ان شاء الله.